اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم وعلى العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تغلط الحاجات ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجة يا منفس الكربات يا معطي السؤلات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك بالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك بالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالم حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي وتكفيني المهمة من أموري وتقضي عني ديني وتجيرني من الفاقة وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوق وتكفيني هم من أخاف هما وعسر من أخاف عسرا وحزونة من أخاف حزونة وشر من أخاف شرا ومكر من أخاف مكرا وبغي من أخاف بغيا وجور من أخاف جورا وسلطانا من أخاف سلطانا
وكيدا من أخاف كيدا ومقدرة من أخاف مقدرته على وترد عني كيد الكيدة ومكر المكر اللهم من أرادني فأرده ومن كادني فكده واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه وامنعه عني كيف شئت وأنا شاء اللهم اشغله عني بفقر لا تجبر وببلاء لا تستر وبفاقة لا تسدها وبسقم لا تعافيه وذل لا تعز وبمسكنة لا تجبرها اللهم اضرب بالذل نصب عينا وأدخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له وأنسه ذكري كما أنسيته ذكره وخذ عني بسمعي وبصري ولساني ويدي ورجلي وقلبي وجميع جوارحي وأدخل علي في جميع ذلك السوق ولا تشفني حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري واكفني يا كافي ما لا يكفي سواه فإنك الكافي لا كافي سواه ومفرج لا مفرج سواه ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواه خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواه ومفزعه إلى سواك ومغربه إلى سواه وملجوءه إلى غيرك ومن جاءه من مخلوق غيرك فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومغربي وملجئي ومنجاي فبك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته أول عدو فاكشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيت واصرف عني هول ما أخاف مولا ومؤونة ما أخاف مؤونة وهم ما أخاف هما بلا مؤونة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حوائجي
وكفاية ما أهمني همه من أمري آخرتي ودنياي. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله عليكما مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكما، ولا فرق الله بيني وبينكما. اللهم أحيني حياة محمد وذريته، وأمتني مماتهم، وتوفني على ملتهم، واحشرني في زمرتهم، ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله، أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما، ومتوجعا إليه بكما، ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذا. فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود، والجاه الوجيه، والمنزل الرفيع، والوسيلة. إني ينقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي. إلى الله في ذلك فلو أخيب، ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا، بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا بقضاء جميع حوائجي. وتشفع لي إلى الله أنقلب على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مفوضا أمري إلى الله، ملجئا ظهري إلى الله، متوكلا على الله، وأقول حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. ما شاء ربي كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستودعكم الله، ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما. إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاه، وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي، سلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار، واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما. سلامي إن شاء الله، وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل، فإنه حميد مجيد. انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله، شاكرا راجيا للإجابة، غير آيس ولا قانط، آيبا عائدا راجعا إلى زيارتكما، غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما، بل راجع عائد إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما،
بعد أن زيد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا، فلا خيبني الله مما رجوت وما أملت في زيارتكما إنه قريبٌ.